Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami akan melanjutkan kembali membaca Al-Quran Surat Al-An'am ayat 71 sampai dengan ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nurad tu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi istahwat husyayatinu fil ardi khayran lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرْ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب آفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون
Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, telah kami bacakan Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 71 sampai dengan ayat 80. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.